السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم لدينا علاج لداء يصيب كثير من طلاب العلم، وهو داء الشهرة والتصدر. نذكره مع عبد العزيز بن ناصر الجليل في كتاب يومة ابن الصغار، نقلا عن ابن القيم. الكلام عموما من علامات صلاح السريرة، قال أنها تثبت يعني بالقرائن، ومن علامات ابتغاء وجه الله عز وجل والخلوص من الرياء. ثم ذكر أن هذا يتحقق بثلاثة أمور: من جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار الدنيوية والتعظيم والشهرة. وذكر أن التعظيم والشهرة هو الأخطر وكذا. عموما قال: المذموم طلب الإنسان للشهرة، أما وجودها من غير جهة الله تعالى أما وجودها من جهة الله تعالى من غير طلب الإنسان فليس بمذموم، غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء. يقول: وقد ذكر ابن القيم رحمه الله علاجا لحب المدح وثناء الناس، فقال: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فاقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، واقبل على المدح والثناء فازهد فيه ما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذلك الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: ما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قال: قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره سبحانه، ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. أما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، ذكره في الفوائد. يقول: ويعلق الإمام ابن القيم رحمه الله على ما كتبه عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري، فيقول: وقوله: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. فيعلق ابن القيم يقول: لما كان متزين بما ليس فيه ضد المخلص فإنه يظهر للناس أمرا هو في الباطن بخلافه، عامله الله بنقيض قصده، فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا. ولما كان المخلص يعجل له من ثوابه وإخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس، عجل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس، لأنه شان باطنه عند الله، وهذا موجب أسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وحكمته في قضائه وقدره. عموما إلى آخر كلام. فالمقصد العلاج كما ذكر في السطرين، نقول: أن يعلم أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والثاني يعلم أن الذي مدحه زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى. والله أعلم.